يعني اول حاجة وانت شغال لازم تركز على الاجزاء اللي انت التوبكس نفسها وليس شكل الطوبولوجي. يعني مش اول لما يجيلك طوبولوجي مثلا تقول لهم والله مش ده اللي خدناه في المدرسة دي ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا ده هو اصلا انت ايه لازم تكون عارف كل حاجة ومركز في التوبكس نفسها، تعب يا عمو. تمام؟ فما فيش حاجة اسمها الطوبولوجي تجيلك بالنص، لان ما فيش حاجة هتيجي بالنص، هو اسمه موك اجزام. موك اجزام يعني شبيه بالامتحان وليس الامتحان، يعني هو اسمه موك اجزام لانه شبيه بالامتحان وهو ليس الايه، هو ليس الامتحان يعني. فتعالوا مع بعض ناخد الجزء بتاع مين. اول حاجة هناخد الجزء بتاع الايه الوايرلس. اول لما توصل للوايرلس يبقى انت كده ان شاء الله ضمنت اللي انت ايه توصل الدنيا عندك هتكون ايه تمام، ويبقى انت كده شغلك في السليم، وصلت لجزء الدبليو لان الدنيا عندك في السليم. اول لما تشوف التوبولوجي تمام تبص على بعض الحاجات. اول حاجة وانت شغال في الوايرلس قبل ما تعمل اي حاجة تبص اللي عندك طبعا نوعين من الترافيك، ترافيك اكسس بوينت وترافيك سيرفيس، فتلاقي ده فيلان 15 وده فيلان 20. لو لقيت الاي بي بتاع الاكسس كنترولر في شبكة تانية غير فيلان 15 وفيلان 20، انت شايف هنا ده فيلان 15 وده فيلان 20، ولقيت الاكسس كنترولر في شبكة تانية خالص اللي هي اربع كام؟ اربع تمانيات، وبالتالي تعرف على طول ان انت شغال في لير 3 وايرلس. يعني اول حاجه تبص عليها تعرف اللي انت شغال فين في الوير في اللير 3. يعني لازم الراجل ده، لازم الراجل ده اللي انت هتعمل عليه الدي اتش سي بي، يعني انت لو عملت على الراجل ده الدي اتش سي بي لازم يكون الراجل ده عارف مين، عارف الاربع تمانيات تمام، والراجل ده تمام يكون يقدر يوصل لشبكه الايه الاكسس بوينت، وفي نفس الوقت الراجل ده برضه لازم يعرف يوصل لشبكه الايه الاكسس بوينت تمام، لان اربع تمانيات بالنسبه لك لو انت جيت تبص كده اربع تمانيات اللي هي اربع تمانيات زي ما انت شايف كده اربع تمانيات، ده رينج تاني غير الرينج اللي انا شغال فيه في الايه في الفيلان. يعني لو انت شايف هتلاقي الاكسس بوينت بتاخد في رينج فيلان 15 والسيرفيس في فيلان 20، وده كام؟ اربع تمانيات. فلازم الراجل ده تمام يكون عارف الاربع تمانيات. فانت تيجي على الراجل ده كده تبص عليه تقول له انت عارف الاربع تمانيات ولا لا، هتقول له عنده تيرمينال مونيتور تمام، وتيجي تقول له ديسبلاي اي بي روت. لو انت جيت تقول له ديسبلاي اي بي روت ولقيت الراجل ده عارف اربع تمانيات، تعال بص على الروتس اللي موجوده. الراجل ده عارف اربع تمانيات، قال لك ما يعرفش اربع تمانيات، نعرفه اربع تمانيات. تعال خش كده في السيستم فيو وقول له اي بي روت ستاتيك تمام، انا محتاج اعرف الروت بتاعتك ستاتيك اللي هي اربع تمانيات تمام. ماسك كام؟ ماسك 32. طيب النكست توب. ايوه بس بقولك معلش، هو الفايرول كان المفروض يتعرف عليه كام حاجه، تقول بيه وايه تاني؟ الفايرول اول حاجه انت لازم الراجل ده يعرف مين، لازم الراجل ده يعرف الايه الاربع كام، الاربع تمانيات. فانت عاوز عرفته قلت له اي بي روت ستاتيك اربع تمانيات الشبكه 32، محتاج اروح للنكست هوب. فتيجي تقف على الاكسس ايه على الاكسس كنترولر تقول له ديسبلاي اي بي انترفيس بريف، تعرف الايه الانترفيسز اللي على الاكسس كنترول. قال لك اللي موجود مين؟ هو انا طبعا ما عملناش لسه اسايند ليه؟ احنا ما عملناش اسايند للايه؟ الاكسس كنترول. تعال نعمل الايه؟ الايباد بتاعته على الاكسس كنترول، احنا ما عملنالوش هنا تقريبا يعني. تعال ايه؟ نطلع على شغل الاي بي ادريسنج، ما كناش عملنا الايه الشغل بتاع مين؟ بتاع الاكسس كنترول. فتعال نطلع اهو الاكسس كنترولر، قال لك البورت اللي هو جيجا كام؟ جيجا زيرو على جيجا زيرو على زيرو على واحد ده ترانك. تعالوا نعمل الايه الكلام ده كله تاني اهو. هتدخل على سيستم فيو وتقول له اول حاجة تكريت الفيلانات، هتقول له فيلان باتش كام؟ عشرة. هتعملهم بقى كلهم عشرة عشرين عشرة خمستاشر، اعملهم كلهم مش مشكلة، عشرة خمستاشر عشرين تلاتين اربعين كلهم تقريبا في خمسين برضه خمسين. طيب بعد ما عملتهم كلهم هتبتدي تعمل ايه بقى؟ هتدخل على الانترفيس اللي هو قايل لك عليه جيجا زيرو على زيرو على وان، وتقول له بورت لينك تايب ايه؟ بورت لينك تايب ترانك زي ما احنا متعودين، بورت لينك تايب ترانك. وبعد كده تقول له بورت ترانك ماشي. انتوا شايفين طبعا في ناس بتحاول تدخل وهو منعهم عشان ايه؟ عشان اللايسنس بتاعتنا محدودة، هما خمسة بس اللي يدخلوا يعني.
ففي ناس كتير قاعدة اللي بيدخل ده يقول له ما عادش يدخل بقى عشان ما يقعدش يجي لنا رسالة يعني. يا ابني خلاص بقى، بس عشان نسيت اسجل. تمام، بعد كده انترفيس لوب باك، لوب باك زيرو. تمام، وادي له 4 8ات. 4 كام؟ 4 8ات. اي بي ادرس، اي بي ادرس 4 كام؟ 4 8ات. اي بي ادرس 1 2 3 كام؟ 4. 4 8ات. وبكده خلصت. نسينا الماسك طبعا، ادوله ماسك كام؟ 32 مش 24، لان ده ايه، هو هوست ونفس الوقت هو هوست واحد بس. طيب بعد كده ايه، اخرج من الدنيا بتاعتك، تعال شوف ديسبلاي اي بي انترفيس بريف، وشوف الدنيا بتاعتك اب ولا لا في الانترفيسز. هيقول لك الدنيا ايه، الدنيا اب مفيش فيها مشكلة. يبقى احنا كده عملنا الايه، فرشنا الارض ورد لمين؟ للاكسس كنترولر، بحيث ان احنا نظبط الايه، الاداء بتاعه. واحنا قلنا اول حاجه لما تيجي تبص على جزئيه الرويال ليست، ركز معايا في النقطه دي عشان التوبولوجي هتتغير، وبالتالي لو اتغيرت لابد ان انت تكون ايه، فاهم زي ما احنا بنقول. فتيجي عند الرويال ليست، اول ما عينك تقع على الايه، الاكسس بوينت مانجمنت فيلان، لقيتها فيلان 15. عينك تقع على الاستيشن فيلان، لقيتها فيلان كام؟ لقيتها فيلان 20. تيجي تبص على الاكسس كنترولر اي بي، تلاقيه 4 8ات في شبكه تانية خالص. يبقى انت كده شغال ايه، لير 3 دبليو لان على طول. يبقى انت محتاج السويتش الاولاني ده تبص عليه تشوفه، هل هو يعرف الروت اللي هي 4 8ات؟ جينا نبص على الراوتنج تيبل بتاعه، لانه ما يعرفش ال 4 8ات، وبالتالي محتاج اللي انا اعرفها له ستاتيك. اي بي روت داش ستاتيك 4 8ات. عشان تعرف 4 8ات محتاج تروح النكست هوب فيلان اف كام؟ 50 على الاكسس كنترولر، اللي هو 10 1 50 كام؟ 2. يبقى انت ترجع على السويتش الواحد وتقول له 10 1 50 كام؟ 50 2. يبقى انت عشان تروح ل 4 8ات هتروح لمين؟ للاي بي ده، وتضغط انتر. بعد كده تقول له ديسبلاي اي بي راوتنج تيبل، هتلاقي الاي بي الراوتنج تيبل بدا ايه، يدخل في ال 4 8ات، وبالتالي الراجل ده يقدر يبنج على مين؟ على 4 8ات. لو انت جيت تبنج على الراجل على 4 8ات من السويتش الاولاني اهو 4 8ات، هتلاقي الدنيا ايه، تمام، وبيرد عليك زي الفل، مفيش فيه مشكلة. طيب الراجل ده، هل الراجل ده يعرف الشبكة 15 زيرو بتاعة الاكسس بوينت، اللي هي الشبكة دي اللي الاكسس بوينت بتاخد فيها ايباد؟ تعال نشوف كده مع بعض. لو انت جيت تبص هنا هتلاقي الراجل ده اصلا مش متعرف عليه اي راوتنج اساسا، يعني هتقول له ديسبلاي اي بي راوتنج تيبل، هتيجي تبص هتلاقي الراوتنج تيبل كله دايركت، ومفيش فيه الشبكة 15 كام؟ 15 زيرو. يبقى لازم تعمل له اي بي روت ستاتيك اهو، اي بي روت ستاتيك، لازم تقول له عشان تروح للشبكه 10 1 15 زيرو بالماسك 24، هتروح الانترفيس فيلان اف 50 اللي موجود على السويتش كام؟ على السويتش الاولان. تعال شوف ديسبلاي اي بي انترفيس بريف. تمام، شوف الانترفيس بتاع فيلان اف 50 واخد كام؟ قال لك واخد 10 1 50 1. تعال عند الراجل ده قول له 10 1 50 كام؟ 50 1، واضغط انتر. يبقى انت كده الراجل ده يقدر يروح للشبكه مين؟ للشبكه 15 0. هتبنج كده وتشوف 10 1 15 1 مثلا، تبنج يلاقي زي الفل، تمام. يبقى انت كده فرشت الارض ورد لمين؟ لشغل الوايرلس بتاع لير كام؟ 3. طيب تعال بعد كده، معلش ممكن تحط الوايرلس لسه ثاني، معلش من الاول خالص، ما هي دي من الاول والله خالص. انا لسه ما عملتش اي حاجه وايرلس ولا دي اتش سي بي ولا اي حاجه خالص. انا اول لما قلت، اول لما بصيت قلت لك تبص على الاتي، هتبص على الاكسس بوينت بتاعتك في فيلان 15، الستيشن فيلان او السيرفيس فيلان بتاعتك في 20، الاكسس كنترولر في اصلا في رينج تاني خالص اللي هو 4 8ات، رينج مختلف خالص عن الايه، عن فيلان اف 15 وفيلان اف 20، وبالتالي انت كده تشتغل لير 3 اكسس ايه، اكسس بوينت او لير 3 دبليو لان. وبالتالي محتاج ان الراجل ده يعرف الروت اللي هو 4 8ات. انت محتاج تعرف الراجل ده 4 8ات. عرفناه ازاي؟ طلعنا ادينا له اي بي روت استاتيك. لو انت واخد بالك كده، احنا ادينا الراجل ده اي بي روت ايه، اي بي روت استاتيك. طيب الاي بي روت الاستاتيك اللي احنا اديناه له كتبنا فيه ايه؟ قال لك كتبنا، انا كده كده مسجل على فكره، يعني انا ممكن اعدي النقطه دي وانت تبقى تفهمها تاني. فخلينا ايه، احنا او اللي عملناه بس دلوقتي اللي هو ايه، عملنا روت الراجل ده عرفناه الشبكه 4 8ات،
وعرفنا الراجل ده الشبكة 10/1/15 كام؟ 15 زين. بس تعالى بقى ركز معانا في اللي جاي بدل ما اقعد طب عليك يا تاني. دكتور، مش التوبولوجي بتيجي جاهزة أصلا؟ ايوه ماشي، بس ما هي جاهزة، بس في حاجات انت اللي بتعملها عشان الدنيا تشتغل زي ما احنا بنعمل اهو. ما انت بتفرش الارض زي ما احنا بنقول، ما هي الطابور هتيجي جاهز، بس انت بتفرش الارض لحاجات معينة عشان ترن سيرفيسز معينة. ما هو انت بقى فهمك للدنيا مش حافظ بقى كونفيجريشن وراح تهبد الكونفيجريشن. ما انت لازم تكون ايه، تكون فاهم انت بتعمل ايه، فلازم يجي لك تكة كده ايه زي ما احنا بنقول تظبط الايه الدنيا معاك. تمام كده. طيب تعالى على مين بقى؟ قال لك تعالى معانا على الجزء بتاع ايه، تعالى معانا بقى على جزء الدي اتش سي بي. ركز بقى، سيبك من الاثنين اللي فاتوا دول هتسمعهم في الفيديو، فتعالى على جزء الايه الدي اتش سي بي. قال لك هنا الدي اتش سي بي السويتش واحد هو اللي بيشتغل على انه دي اتش سي بي، سويتش واحد بيشتغل على انه مين، على انه الدي اتش سي بي بتاعك. تمام، الناس اللي معانا على الهانج اوت الدنيا تمام شغالة؟ تمام اهو، تمام. اه تمام ماشي، عشان انا في ناس داخله هانج اوت ومدخل ناس على التيم فيور، يعني عشان احنا مفيش عدد منين من ال على الايه على الـ على التيم فيور. ماشي، اعمل مينيمايز للبانل. طيب تعالوا بقى مع بعض بنشوف. بيقول لك عندك دي اتش سي بي سيرفر على السويتش الاولاني، موجود فيه 2 بول، البول الاولانيه اسمها اي بي والبول التانيه اسمها اس تي اي. تمام، هتيجي تبص هيقول لك اهو اي بي ادرس بول، وفي الاي بي النتورك بتاعتها كذا، والبول التانيه اللي اسمها اس تي اي النتورك بتاعتها كذا. تعالى نعمل الكلام ده، هتيجي على السويتش الاولاني بكل هدوء كده وبساطه وتقول له دي اتش سي بي انيبل، فعل الدي اتش سي بي، وبعد كده تعمل البول اللي هو طالبها منك اي بي بول اي بي اللي هي البول بتاعت مين، الاكسس بوينت. تمام، وبعد كده تقول له بتوزع في نتورك كام، قال لك بتوزع في نتورك 10/1/15 0. تمام، 15 كام، 15 0 15 0. انتوا شايفين الشاشة بتاعتي طبعا. تمام، ثواني اما اقفل ايه، ثواني كده كده نكمل تاني. قال لك ايه 10/1/15 0 بالماسك كام، قال لك بماسك 24، او لا بماسك كام، هتقول له هو ماسك كام 24، ده اللي هي البول بتاعت مين، بتاعت الاي بي. طيب طبعا عشان انت لاير 3، لو انت لاير 3 لازم تدي للاكسس بوينت بتاعتك جيت واي، هو هنا مش مديك جيت واي للايه، للبول بتاعت الاي بي، يبقى انت ده التفكير بتاعك، ده حته زياده انت بتحطها من دماغك لان انت شغال لاير ايه، لاير 3. فتقول له جيت واي ليست، تمام، وتدي له الاي بي بتاع الجيت واي بتاعك اللي هو 10 1 15 كام، 15 1. طب انت عرفت اللي هو 15 1 من ايه؟ قال لك لان انا لو موجود على السويتش هلاقي الفيلن اف بتاعتي كام، 10 1 15 كام 1، فهو ده الجيت واي اللي هيوصلك للاربع كام، الاربع تمانيات. هتسأل السويتش الاولاني بالجيت واي 15 واحد، هيبتدي يرد عليك بالايه، هيوديك لمين، للاربع تمانيات بتاعتك. يبقى ده حته انت حطيتها من ايه، من دماغك، مش موجوده فين، في كونفيجريشن. طيب الجزء الثاني بيقول لك اكسبت 10 1 15 2، يبقى انت المفروض تقول له ايه، اكسكلودد ادرس. تمام، اكسكلودد ادرس مين بقى، 10 1 15 كام 2. قال لك ما توزعش ايه 15 2، يبقى كده مفيش مشكلة. طيب يجي يقول لك ايه تاني، قال لك الجزئية بقى اللي انت الناس اللي هتاخد الاكسس بوينت اللي هتسحب تقول لها اللي فيه اوبشن. تمام، الاوبشن ده 43، الاوبشن ده 43 من الصب اوبشن اللي هو التالت في الاسكي، وتدي له الايه، وتدي له الايه الاي بي بتاع مين، بتاع الاكسس كنترولر اللي هو الاربع كام، الاربع تمانية. ويبقى انت كده خلصت البول بتاعت مين، الاي بي. تخش على اي بي بول التانية، الاي بي بول التانية اسمها اس تي اي اللي هو بول ايه، الستيشن. طيب بتوزع في رينج كام، قال لك نتورك بتوزع في رينج 10 1 اهو، 20 كام، 20 0. ماسك كام، قال لك الماسك بتاعي 24. طيب الجيت واي ليست بتاعها كام، هل هنا هو قال لك في جيت واي، قال لك عن في ديفولت جيت واي، قال لك موجود اهو 10 1 20 كام 13. يبقى انت تيجي هنا تقول الجيت واي، هو مديك الجيت واي، تقول له جيت واي ليست 10 1 20 13، ده الجيت واي بتاع الناس. هل هو مديك حاجة تانية، قال لك مش مديك حاجة تانية، فانت كده خلصت مين،
البول بتاعت مين؟ الاس تي. اخرج من الكلام ده، انت كده عملت البول بتاعت الاكسس بوينت، عملت البول بتاعت الاس تي، ناقصك تقصين البول على الانترفيس عشان تقدر توزع الدنيا دي. فهتخش وتقول له انترفيس بلان اف 15 وتقول له دي اتش سي بي سيلكت، تمام، محتاج ان انا اوزع الايه الدي اتش سي بي على الانترفيس ده، دي اتش سي بي سيلكت جلوبال، وتدخل على الانترفيس فيلان بتاعك التاني اللي هو كام 20 وتقول له ايه، يدخل على 20 وتقول له دي اتش سي بي سيلكت ايه جلوبال، وبكده انت فعلت الايه الدي اتش سي بي. لو رحت على الاكسس بوينت دلوقتي هتلاقي سحبه كام، سحبه في رينج 15 كام اهو، لو انت دخلت على الاكسس بوينت هتلاقي سحبه في رينج كام اهو، ديسبلاي اي بي انترفيس بريف اهو، هتلاقي الاكسس بوينت بتاعتك سحبت في رينج 15 وهو المطلوب اثباته، تمام، سحبت في رينج كام 15، مفيش فيها مشكلة. يبقى ده اول خطوة، انت فعلت الدي اتش سي بي والراجل ده سحب في فيلان كام 15. طيب تعالى الجزء ايه بعد كده، اللي انت محتاج تريجستر الاكسس بوينت على الاكسس كنترولر. لو انت محتاج تريجستر الاكسس بوينت على الاكسس كنترولر انت محتاج ايه؟ محتاج الماك ادرس بتاع الاكسس بوينت. عشان تعرف الماك ادرس هتقول له ديسبلاي انترفيس جيجا 0 على 0 على كام؟ على 1. محتاج تعرف الانترفيس اللي هو مين ده، تعرف الماك ادرس بتاعه. في الحقيقه طبعا في جلوبال كومبيتيشن ان شاء الله في شهر 11 ان شاء الله هنتاهل باذن الله، ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان احنا ايه هنتاهل. فباذن الله لما نتاهل هنروح نلاقي هناك الاكسس بوينت مكتوب عليها الماك ادرس بتاعها في ظهرها، تمام، هيبقى الدنيا ايه في ظهرها، فمش هتبقى تعمل لها الايه الامر ده، تمام، لان ده شغل ايه اللي هو انت هتقول له ديسبلاي انترفيس جيجا زيرو، هتلاقي الاكسس بوينت ملزوق على ظهرها الماك ادرس بتاعها. هتبقى ريال، الله، هيبقى ريال ديفايس. طيب بعد ما عملنا الحته دي هنعمل ايه بقى؟ نروح على الاكسس كنترول ونفرش البروفايل بتاع مين؟ بتاع الاكسس بوينت، ونبتدي نشتغل شغل الاكسس ايه؟ اكسس بوينت اندو تيرمينال مونيتور، وبعد كده سمي اسمها، ما تنساش تسمي الاسم اهو عشان الاسم عليه درجات، تمام. انا بدخل على سيستم فيو الاول، سوري، وبعد كده اقول له سيستم نيم اللي هو سيس نيم يعني، وبعد كده اقول له اكسس ايه اكسس كنترولر اي سي، بعد كده ابتدي اقول له دبليو لان. قبل الدبليو لان عشان ما تنساش تفتح الكاب واب تانل بتاعتك، هتقول له كاب واب سورس انترفيس، ده اللي احنا اتكلمنا عليه اللي حته الكاب واب سورس انترفيس فيلان اف كام، فيلان اف عندك او مش فيلان اف، هتبقى اللوب باك، هيبقى الانترفيس بتاعك وهيبقى يكون مين اللوب باك، اللوب باك زيرو. معنى كده ان الاكسس كنترول لما يجي يرد على اي اكسس بوينت هيستخدم الانترفيس اللي هو اللوب باك زيرو اللي هو الاربع كام، الاربع تمانيات. طيب الجزئيه اللي بعد كده اخش على الدبليو لان، تمام، جزئيه الدبليو لان اول حاجه قلنا في رود ماب لازم تمشي عليها وانت بتشتغل في شغل الوايرلس. اول حاجه تعمل ايه؟ قال لك هتكريت الريجولاريتي دومين بروفايل، اهو حاجه اسمها ريجولاريتي دومين بروفايل، النيم بتاعه هيكون ايه؟ هو هنا بيقول لك كونفيجر وايرلس، تمام، تمشي مع الكونفيجريشن. هيبتدي هو يديك شويه حاجات اهو تحت اهو، هنا طبعا هو ما ادلكش الايه الريجولاريتي دومين بروفايل، هل هو مديك الريجولاريتي دومين بروفايل؟ هو مش مديك الريجولاريتي دومين بروفايل. طب في الحاله ده اعمل ايه بقى؟ لو هو مش مديني الكلام ده انت اعمله هواوي، طالما هو قايل لك كل حاجه اسمها هواوي يبقى انت اعمل ايه؟ اعمل هواوي عادي مفيش مشكله، يعني انت سمي الريجولاريتي دومين بتاعك النيم هواوي، تمام، وبعد كده اقول له كونتري كود، او ما قالكش كونتري كود اقول له كونتري كود اس ان تشاينا، تمام، مفيش فيها مشكله، ده مش هيبقى فيها مشكله. اخرج منين؟ من ريجولاريتي دومين بروفايل. بعد كده كاريت الاي بي جروب، اي بي جروب نيم، وبعد كده اديها الاسم، هو قايل لك الاي بي جروب بتاعتك اسمها اي بي 1، فاديله اي بي جروب اي بي 1، بعد كده اساين ليها الايه الريجولاريتي دومين بروفايل اللي انت لسه عامله حالا اللي اسمه هواوي. يبقى ده اول خطوه، بتكاريت الدومين بروفايل الريجولاريتي دومين بروفايل، بعد كده بتكريت الاكسس الاكسس بوينت جروب اللي عندك وتحط فيها الريجولاريتي دومين بروفايل. طيب بعد ما عملت الكلام ده وعملت الايه الجروب بتاعتك هتعمل ايه بقى في الجروب؟ قال لك هتبتدي تخرج من الجروب،
انت عملت الجروب خلاص تمام وظبطتها، تبتدي تكونفيجر الاكسس بوينت. هتقول له اكسس بوينت اي دي، هتقول له الاكسس بوينت، وما ادكش اي دي تقول له اكسس بوينت اي دي 1، الاي بي ماك بتاعها الاكسس بوينت ماك، وتبتدي تعمل له كنترول في للماك اللي انت ايه اللي انت خدته قبل كده. يبقى انت اول حاجه عملت ايه اي بي اي دي، واديته الايه الاي دي بتاعها 1 والاي بي ماك كذا، تديله بعد كده الاي بي نيم، اسم الاكسس بوينت اللي هتظهر هنسميها مثلا وليكن اي بي 1 مثلا، هو هيبقى مديك اسم. فتعالوا كده نشوف الاكسس بوينت هيسميها ايه. كونفيجر اي بي مش مسميها حاجه، فانت سميها مثلا اي بي 1 تمام. بعد كده دخل الاكسس بوينت في الاي بي جروب بتاعك، فاقول له اي بي جروب، الاي بي جروب بتاعتك اسمها اي بي 1 اللي احنا لسه مكريتينها من شويه. يبقى انت كده دخلت الاكسس بوينت فين؟ دخلت الاكسس بوينت اللي احنا عملناها. يبقى انت كده خلصت الريجستريشن. طب تتاكد ازاي اللي فعلا الاكسس بوينت ده عملت ريجستر مع الاكسس كنترولر؟ هتقول له ديسبلاي اي بي اول تمام، وريني الاكسس بوينتس كلها، هتلاقي الايه الدنيا بتاعتك. بقول لك الستيت فولت تمام، لسه ما حسش بالايه بالدنيا بتاعتها، ما خدتش اي بي، هو حاسس بنوعها بس لسه ما خدش الايه الاي بي ادرس. ليه بقى؟ تعالى كده بص على الراجل ده اهو، الكاب ويب تاني الاب كده، الكاب ويب تاني الاب بتاعتك، بس هو لسه ايه ما حسش بالدنيا. ليه بقى؟ تعالى كده نشوف ديسبلاي اي بي انترفيس بريف تمام. ساحب في الابيبه، لما تلاقي ساحب في الابيبه تعمل ايه بقى؟ قال لك راستر بس الاكسس بوينت عشان كان في مشكله، فتراستر الاكسس بوينت اهو. تيجي هنا تقوم قايل له مثلا ستوب تمام، وترجع تاني تشغل الاكسس بوينت، هتلاقي اتظبطت معاك. دكتور بإذنك بس عشان الشاشه صغيره فمش شايف قوي، هو حضرتك عملت اساين للفاب والريجولاريتي في الاي بي دومين في الاي بي جروب؟ لا، عملت بس اساين للريجولاريتي دومين في الاي بي، في الاي بي هو جروب. مش طالب فاب؟ لا مش طالب الفاب ده لسه، ده في السيرفر. بسم الله ماشي، رجعنا تاني اهو. طيب عملنا الكلام ده كله تمام على الايه، شغلنا الاكسس بوينت من تاني. تعالى نشوف الدنيا بتاعتك، قول له ديسبلاي اي بي اي بي اول، شوف الدنيا. قال لك لسه فولت برضه ما خدش اي بي، تعالى شوف الدنيا تاني على الاكسس بوينت. كل ده لسه ما خدش اي بي، خلي بالك يعني هو دلوقتي ما خدش اي بي، فقول له ديسبلاي اي بي انترفيس بريف، ما خدش اي بي برضه تمام. الفكره برضه هو لسه ما خدش اي بي، فهتبنج تاني، بنج على 4 8. شايف لما شايف المشكله بقى بتاعت الدنيا دي بتبقى ازاي؟ يعني بتلاقي شويه مشاكل بتظهر معاك بالذات في سحب الاي بي، رغم ان هو كان سحب اي بي في الاول او في مشكله في الاول. طيب لو ما لقيتوش سحب اي بي اتعامل ازاي بقى؟ خليك ناصح، هو اشتغل اهو، شايف اشتغل اهو، شايف بدا ايه يجيب معاك اهو. طالما هو بيقعد فتره تمام، هو كده يعتبر هي سجلت معاك، يعني كده سجلت مع مين؟ مع الاكسس كنترول. لو انت جيت كده اهو تمام، لسه برضو ما سجلتش تاني اهو، يعني شايف لسه ما سجلتش مع الاكسس ايه على الاكسس كنترول، بس هو ساحب اي بي. طيب تعالى تاني، ما هي مشكلة الوير لسه دي بتبقى مشكلة بقى. ده كده عامل الكاب ويب، الكاب ويب از اب كده سجل معاك. اول لما لقيت كلمة الكاب ويب از اب يبقى هو ايه سجل معاك اهو، سجل اهو، شايف خد الاي بي تمام، وبعد كده التايب بتاعه، وخد الدنيا كده شغاله زي الفل وايه وميه ميه. تعمل ايه بقى؟ سيف الكونفجريشن قبل ما الدنيا تبوظ تمام، تلحق نفسك كده على طول او تبول. يبقى انت كده عملت اول خطوه في الايه في شغل الوايرلس، خليت الراجل ده يسجل مع مين؟ مع الاكسس ايه، مع الاكسس كنترول بس كده. هل في مشكله؟ قال لك مفيش مشكله، يبقى ده اول خطوه. طيب بعد كده قال لك اعمل ايه بقى؟ الراجل قال لك اعمل لي السيرفيس بروفايل، عاوز بقى ايه يبقى فيه اشاره، عايز البقعه اللي بتيجي دي اللي انت بتشوفها كده بتاعت الاكسس بوينت تظهر على الورك سبيس بتاعتي بتاعت الاي ان اس بي. طيب تظهر ازاي؟ قال لك تعالى مع بعض نشوف الدنيا ونركز مع بعض في النقطه دي جامد، واحنا ايه واحنا بنشتغل فيها. تدخل على الدبليو لان، قال لك علشان تكريت السيرفيس بروفايل اول حاجه هتكريت الاس اس اي دي بروفايل، اس اس اي دي بروفايل نيم. شوف البروفايل بتاعك هو مسميه ايه، تعال شوف البروفايل بتاعك. لو انت جيت تبص هتلاقي بيقول لك اول تمبلتس، اي تمبلت هتعمله سميه هواو. يبقى انت اي تمبلت هتعمله، يعني مثلا عملت اس اس اي دي بروفايل سميه هواو. طيب اسم الاشاره اس اس اي دي،
الإشارة بتاعتك اسمها إيه؟ اللي هتطلع للناس بقى هتطلع، قال لك الإس إس أي دي إز هواوي، قال لك الإس إس أي دي إز إيه؟ إز هواوي، فتكتب له إس إس أي دي هواوي، يعني الإشارة اللي هتطلع للناس هيبقى اسمها إيه؟ اسمها هواوي، اسم الشبكة يعني، اسم الشبكة إيه؟ هواوي. طيب بعد ما عملت الإس إس أي دي بروفايل، تعال اعمل معانا السكيورتي بروفايل، النيم بتاعه هو قال لك أي حاجة اسمها إيه؟ اسمها هواوي، فسميه هواوي. طب قال لك السكيورتي نوعها ايه؟ هتقول له سكيورتي نوعها وي بي اي 2، هتقول له وي بي اي 2 تمام، بي اس كي اللي هي بري شيرد كي، هتقول له ايه بري شيرد كي، باس فراز، باس فراز يعني اسم الايه الباسورد بتاعك هواوي الاتش كابيتال ات 1 2 3، يبقى كده مفيش مشكله. طب قال لك الانكريبشن نوعه ايه؟ اي اس، هو زي ما قايل لك بالظبط اي اس تكب اهو، واضغط انتر، يبقى انت كده عملت ايه؟ الدنيا بتاعتك مفيش فيها مشكلة، يبقى انت كريت ليه السكيورتي بروفايل. اخرج من السكيورتي بروفايل وكريت الحاجة الرئيسية بقى اللي اسمها الفاب بروفايل، ده اللي هو الفيرشوال بروفايل، النيم بتاعه هواوي اهو، النيم بتاعه ايه؟ هواوي. وبعد كده هتبتدي بقى تقصين الدنيا كلها. الفاب بروفايل ده اهم حاجة، بتحط فيه السيرفيس فيلان، اول حاجة سيرفيس فيلان، فيلان اف او فيلان اي دي 20، يبقى احنا عندنا السيرفيس فيلان احنا عارفين اللي هي كام، هو اصلا قايل لي عليها اللي هي فيلان كام؟ 20، صح كده؟ طيب بعد كده الفورورد مود، الفورورد مود بتاعتك هو هيبقى قايل لك الفورورد مود اسمها موجود تحت اسمه تانل، تانل فورواردنج، وعرفنا الفرق ما بين التانل فورواردنج والايه؟ والدايركت فورورد، تضغط انتر. بعد كده المفروض تقصين ايه تاني؟ قال لك الاس اس اي دي بروفايل بتاع الفاب اسمه هواوي. وبعد كده هتدخل ايه تاني؟ السكيورتي بروفايل اسمه ايه؟ هواو. بس يبقى انت خلصت الفاب بروفايل، اخرج من الفاب بروفايل، ادخل على مين تاني؟ قال لك ادخل لي على الاي بي جروب، الاي بي جروب اللي اسمها اي بي 1 اهو، النيم اي بي 1، اي بي 1 اساين مين بقى فيها؟ قال لك اساين الفاب بروفايل فيها، يبقى تقوم رايح قايل له فاب بروفايل اهو، تيجي هنا تقول له فاب بروفايل هواوي، ويبقى انت كده خلصت كونفيجريشن مين؟ الوايرلس. تعالى لسه في جزء اللي هو تقول له هواوي، تقول له وايرلس لان، وتقول له تشانل 1، وبعد كده راديو اول، توزع لمين؟ للكل. ويبقى انت كده خلصت مين؟ الدنيا بتاعتك هتلاقي البقعه ظهرت معاك اهي، شايف البقعه؟ البقعه بتاعت الايه الوايرلس اللي هو المدى او الايه او التغطيه بتاعت الاكسس بوينت ظهرت معاك فين؟ على الورك ستيشن. اول لما تلاقي البتاعه دي ظهرت تطبل وايه وتسقف وتقول لهم 100 100 يا جماعه. بتقول ايه؟ فيلان اي دي دينا 20 ليه؟ فيلان اي دي 20، مين اللي بيتكلم عشان الصوت مش واضح؟ عمرو. اه الدينا 20، ما هو الدينا 20 اقول لك ليه؟ لو انت شايف كده بيقول لك الفيلان اي دي بتاعتك بتاعت الاستيشن السيرفيس فيلان، هو قايل لك السيرفيس فيلان كام؟ 20. يبقى انت قلت سيرفيس فيلان مسافه فيلان اي دي واديته 20، هو قايلها لك اصلا. تمام؟ طيب تعالى بعد كده خلاص كده تسيب الدنيا بتاعتك وترقص وايه وتطبل وتيجي تطمننا انت عملت ايه؟ عشان تقول لنا هل انت هبت صح ولا لبخت الدنيا؟ وان شاء الله كل الناس تجيب درجات كويسه باذن الله. وتيجي هنا عند الاستيشن هتبتدي بقى تعمل جزئيه الفيريفيكيشن، كل شويه واحد يسالني يقول لي هنعمل فيريفيكيشن ازاي؟ هنعمل فيريفيكيشن الجزء الاخير ازاي؟ هو بيقول لك بعد ما تخلص شوف الاستيشن بتاعتك والبي سيهات سحبت اي بي ولا لا، انت هتعمل كده. تعالى كده على البي سي ده وشغله اهو، تعالى على البي سي ده وشغله اهو، جيت على البي سي ده وهشغله اهو، اهو بشغل البي سي اهو تمام. تعالى اهو اطلع كده هتلاقي سحب اشاره تمام، اضغط كونكشن على الاشاره كونكت اهو، تعالى كده اقول له ايه كونكت، بعد كده اديله الباسورد اهو هواوي ات 1 2 3، وبعد كده اضغط اوكي، هقول لك اوبتيننج سحب اي بي. اول لما يعمل كده وقال لك كونكتد يبقى سحب ايه اي بي، قال لك كونكتد اهو سحب اي بي، اتاكد بقى لو سحب اي بي هو ده جزء الفيريفيكيشن، هتدخل عليه وتقول له كوماند اي بي كونفيج، اي بي كونفيج، اول لما تقول له اي بي كونفيج اهو اي بي، معلش عشان لقيت الدنيا بقى النت،
اي بي كونفيج او سحب اي بي في رينج كام 20، يبقى كده ده تمام. اتاكد من البي سي التاني اهو، هو عاوز يتاكد برضه من البي سي التاني اهو، فهتيجي على البي سي التاني اهو وتقول له اي بي كونفيج اهو، اي بي كونفيج، هتيجي تقول له اي بي كونفيج اهو، سحب ايه اي بي، يبقى انت كده تمام وزي الفل، وتقوم ترقص وتطب كده، انت اتاكدت من كله، هو ده اللي هو عاوزه بس. وبيقول لك ايه بقى، اند اول تيرمينال كان كوميونيكيت ويز اتش اذر. اول تيرمينال يعني ايه؟ يعني الراجل ده مثلا ساحب 20 254، تبنج عليه او بنج اهو 10.1.20254، بنج عليه اشتغل، تقول الله اكبر، اهو بيبنج اهو، مفيش مشكلة. هل في مشكلة في الدنيا دي؟ هل حد عنده مشكلة؟ اهو بنج اهو خلاص، هو قال لك اعمل لي كل الكلام ده، اتاكد ان كل الناس بتبنج على بعض. تعالى على البي سي الاولاني اللي بره خالص اهو، البي سي واحد تمام، خليه يبنج على كام؟ على 10.1.20254. اهو الراجل ده صاحب ايبات ستاتيك، هم مديين له اي بي ستاتيك عادي، مفيش مشكله، خليه يبنج على كام اهو، بنج على 10.1.20.254، بدا يشوف الدنيا معاك تمام. هيقول لك ريكوست تايم اوت، ريكوست تايم اوت، لو انت مش عامل له اللي هو ايه، انت مش سامح له اصلا اللي هو يبنج على ده، خلي بالك، لان انت في ده فاير وول، يعني ما ينفعش يبنج على مين، على الناس اللي جوه. لو انت فاكر في النت بوليسي او السكيورتي بوليسي، انت عامل من الان تراست للتراست مين اللي يبنج، يعني المفروض العكس، يعني انت المفروض تيجي على البي سي ده، على بي سي 2 وتبنج على الايه، على البي سي ده، هو ده اللي الترافيك اللي هيشتغل. يعني لو انت جيت تبنج على 10، ثواني كده نشوف البي سي ده الاي بي بتاعه كام اهو، البي سي الخارجي اللي بره المفروض تبنج عليه عادي، هتقول له اي بي كونفيج، تشوف الاي بي بتاعه كام، قال لك 10.1.70.1، المفروض الراجل ده يبنج عليه 10.1.70 كام واحد، بنج على 10.1.70.1، هتبنج الله اكبر اشتغل، يبقى انت كده كل التوبولوجي عندك سليمه، انت كده جبت 1000 من 1000. هل في مشكله يا جماعه في النقطه دي؟ انا شايف اللي كده انت عملنا التوبولوجي والله، لكننا شغالين في شركة يعني.